أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، حيث يواصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والميادين في ظل تزايد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين في الناصرية والنجف وكذلك في بغداد وباقي محافظات العراق. ولعل ما يجري في مدينة الناصرية حاليا وكذلك في النجف أكبر دليل على الانتهاكات والممارسات الإجرامية التي تتبعها السلطات الحكومية ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا من أجل إسقاط النظام. كذلك سنناقش الحدث الأبرز الذي وردنا قبل قليل وهو موضوع استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الحكومة. لمناقشة كل ذلك يسعدنا أن نستضيف الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي وكذلك عبر الهاتف من بغداد الإعلامي والناشط السياسي قصي البغدادي. مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد، وضيفي في الاستوديو الباحث والكاتب السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين السبعاوي، نبدأ من الحدث الأبرز طبعا، وربما سيكون هناك أحداث متتالية تعقب موضوع عادل عبد المهدي يقول سأرفع إلى البرلمان كتابا رسميا بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية، كيف تبعتم هذا الخبر؟ يعني بداية بس اسمح لي أعز الشعب العراقي وخصوصا أهالي الناصرية والنجف على مصابهم الأليم الذي أصابهم مساء أمس في المجزرة التي ارتكبت بحقهم. نعم. فالرحمة للشهداء والصبر والسلوان لأهلهم وذويهم. حقيقة استقالة السيد عادل عبد المهدي لا تكفي وليست هي الهدف الرئيس لما خرج عليه المتظاهرين. نعم هي بداية أو خطوة أولى باتجاه الصحيح لتحقيق مطالب المتظاهرين، لكن المتظاهرين لم يخرجوا على السيد عادل عبد المهدي بمفرده، لأن عادل عبد المهدي هو جزء من منظومة سياسية سامت الشعب العراقي سوء العذاب منذ أكثر من 16 عام، فهو جزء من منظومة وليس كل المنظومة. هناك برلمان يجب أن يستقيل، هناك تدخل يعني أمم المتحدة يجب أن تدخل في المرحلة الانتقالية للنظام السياسي في العراق، بمعنى أنه استقالة السيد عادل عبد المهدي خطوة بالاتجاه الصحيح وهذا ما حققه المتظاهرون، ولكن لا تكفي، لابد أن هناك خطوات أخرى. من خلال هذا ندعو المتظاهرين التمسك بساحات الاعتصام والتظاهر وبزيادة عدد وبكثافة أكبر والحفاظ على المطالب الأولى التي خرجوا من أجلها الثلاث الرئيسية، وهي رفض الهيمنة الإيرانية، عدم إدارة الدولة على أسس طائفية، ورفض الفساد كاملا، بمعنى تغيير هذه المنظومة السياسية البائسة التي حكمت الشعب العراقي. أستاذ قصي البغدادي مرحبا بكم من بغداد. مرحبا بك أستاذ قصي وضيفك الكريم ومشاهدين قناة الرافدين. أهلا بك أستاذ قصي، شلون استقبلتوا في بغداد نبأ استقالة عبد المهدي من رئاسة الحكومة؟ نعم، الآن في ساحات التظاهر وخصوصا في ساحة التحرير المتظاهرون الآن انتشوا فرحا بأنها تعتبر هذه أول بارقة وأول خطوة لنتاج هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية في العراق، لكن أعتقد بأن هذه ليست هي الخطوة الأساسية والركيزة الأساسية التي انطلقت منها خلالها الاحتجاجات. المحتجون الآن يريدون إسقاط العملية السياسية برمتها، يعني استقالة البرلمان، الرؤسات الثلاثة ورؤاسة الوزراء والجمهورية، لأنها تعتبر تراكم تاريخي لفساد مستمر طيلة هذه السنوات، ولا نريد تدوير للوجوه، نريد وجوه جديدة، ضخ دماء جديدة، لا نريد لهذه العملية السياسية ومن فيها أن يكون هو موجود في العملية السياسية المستقبلية أو بصياغة دستور جديد. المتظاهرون الآن يريدون إكمال ما خرجوا من أجل وهو تغيير العملية السياسية برمتها وصياغة دستور جديد، هذا الدستور الطائفي الذي كرس الطائفية وأراد أن يشتت لحمة الشعب العراقي ودمر البلاد وبدد الثروات. فأعتقد بأنها هي هذه أول الغيث قطرة كانت بأنه قدم استقالة عادل عبد المهدي. كلنا يعرف بأنه مسير وهو عبارة عن بيدق من الشطرنج يحرك ضمن أجندة وضمن إملاءات وضمن أهواء أسياده في إيران وفي داخل إيران،
فالآن نقول بأن هذا أول الخير، لكن الخطوات المستقبلية يجب أن يقدم البرلمان استقالته أيضا ورئاسة الجمهورية لكي نبني عراق جديد ونصوغ قوانين جديدة تخدم مصالح الشعب العراقي. طيب أستاذ حسين، يعني عبد المهدي يقدم استقالته بعد نحو شهرين على الثورة الشعبية، ثورة تشرين المباركة، لكن هل هذا مدعاة لكي يعود المتظاهرون إلى بيوتهم؟ هل انتهت المسألة إلى هذا الحد؟ أبدا لا يمكن. المتظاهرون خرجوا على النظام السياسي كما قلت، وليس على السيد عادل عبد المهدي بمفرده. عادل عبد المهدي جزء من هذه المنظومة. على المتظاهرين أن يمسكوا الساحات أكثر ويتمسكوا بمطالبهم ويعضوا عليها بالنواجذ، لأنه بحال انسحاب المتظاهرين من ساحات الاعتصام بمعنى سيأتي شخصية يعني مدورة أشبه بعادل عبد المهدي، ممكن أن تكون أسوأ أيضا، لأنه البرلمان الذي لم يشترك في انتخابه 20% من الشعب العراقي لا يمكن أن يمثل الشعب. هاي الخطوة الثانية ما بعد الحكومة. ثالثا الفساد الذي استشرى في البلد وهذه الأموال والمليارات التي سرقوها لابد أن تعود، هي تحتاج إلى محاكمات. طيب. هيمنة الإيرانية على العراق، لابد أن تأتي وجوه سياسية رافضة للهيمنة الإيرانية على العراق. إذن لا يمكن أنه ينسحب المتظاهرين من خلال استقالة عادل عبد المهدي، وإن كان هو هذا تحقيق أحد المطالب لهم، ولم تستطع حكومة من 2003 إلى الآن لم تستقيل أي حكومة بجميع الجهود التي ادعتها بعض القوى السياسية والدينية والأخرى، كلها ما استطعت أن تقيل حكومة. لكن بفضل هؤلاء الثوار وهؤلاء المنتفضين استقالت أول حكومة في العراق. عليهم أن يستمروا في هذا التظاهر ويمسكوا الساحات لكي يحصلوا ويحصدوا بقية المكاسب من هذا النظام. طيب أستاذ قصي، يعني كما استمعت ضيفنا الأستاذ حسين السبعاوي يقول لابد من التواجد في ساحات الاعتصام، وذلك للمطالبة بأكثر من مسألة استقالة حكومة عادل عبد المهدي. ما هي الفترة المقبلة؟ كيف ستتعاملون مع ربما الحكومة القادمة، خاصة إذا ما علمنا هناك من يدعي ويقول بأن حكومة عادل عبد المهدي ستبقى كحكومة تصريف أعمال؟ ما هي الخطوات المقبلة لكم كمتظاهرين؟ أخي الفاضل، أعتقد بأن الخطوات المقبلة وما في نية المتظاهرين قد انطلق منذ الأيام الأولى منذ انطلاق الاحتجاجات بأنه تغيير العملية السياسية برمتها. عادل عبد المهدي جزء من هذه العملية السياسية، وكما أسلفنا من قبل هو ضمن التراكمات السياسية السابقة وضمن الحكومات وضمن المحاصصة السياسية التي جثمت على صدر العراقيين. الخطوات القادمة هو لا حكومة تصريف أعمال، نريد إشراف أممي، هذه مطالب المحتجين، إشراف أممي يكون، استقالة الرئاسات الثلاث كما قلت لك، لا نريد وجوه من ضمن هذه العملية السياسية، لا نريد تدوير للوجوه، هذا الأمر مرفوض. الاحتجاجات مستمرة، المتظاهرون الآن هو عازمون على تغيير العملية السياسية. على ذكر المتظاهرين سيد قصي، على ذكر المتظاهرين، في نبأ عاجل وردنا توا، وكما هو واضح على الشاشة المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة التحرير في بغداد بعد إعلان عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته. هل هناك توافد للمتظاهرين في ساحة التحرير؟ الآن توافد بأعداد غفيرة وبالآلاف، بل عشرات الآلاف، مئات الآلاف الآن هي تتوافد إلى ساحة التحرير من كل مناطق العاصمة بغداد بعد سماع هذا الخبر وبعد إعلان عادل عبد المهدي عن نية تقديم استقالته إلى البرلمان. الآن الأعداد غفيرة، وكما قلت لك بأن عزيمة المتظاهرين أصبحت أقوى الآن، وبأنهم ماضون ومستمرون على المطالب الأساسية والمشروعة التي انطلقت منذ الأيام الأولى للتظاهرات، وهو تغيير العملية السياسية. الآن التنسيقيات تدخل بشكل كثيف إلى ساحة التحرير وإلى ساحة الطيران، والأعداد الآن الغفيرة إذا تتجه أيضا إلى جسر الأحرار والساحات الباقية، لأن كما تعرف بأن الأعداد الآن هي جدا كبيرة ولا تستوعبها ساحة التحرير، فبدأت الآن رقعة التظاهرات تتسع أكثر وأكثر مع استقبال هذه الجموع الغفيرة. طيب أستاذ حسين، من يحاسب قتلة المتظاهرين؟ نحن نعلم بأنه جميل الشمري هذا المجرم، وكذلك رشيد فلايح وغيرهم الكثير هم الذين تسببوا بقتل المتظاهرين،
وأيضا نجاح الشمري وزير الدفاع يقول بأن هناك طرف ثالث هو الذي قام بقتل المتظاهرين، هل هناك من سيحاسب هؤلاء القتلة على قتلهم المتظاهرين؟ من سيحاسبهم؟ يعني لهذا السبب نقول على المتظاهرين أن يبقوا في ساحات الاعتصام لتحقيق هذه المطالب. اليوم باستقالة عادل عبد المهدي لن يحاكم أحد من هؤلاء لأن المنظومة السياسية باقية نفسها. نعم. وفاء لدماء الشهداء يجب أن يحاكم هؤلاء. هذه المطالب مدعومة من قبل كافة أطياف الشعب العراقي، ليس فقط في الوسط والجنوب كما يتصور بعض الطائفين الذين يبعثون بها مثل هذه الرسائل، بل هي مدعومة من الغربية ومن الموصل ومن حتى من أقليم كردستان. هذه المطالب مدعومة تمثل الشعب العراقي، ووفاء لدماء الشهداء حتى يحاكم هؤلاء يجب أن يستقيل البرلمان، يجب أن تتغير هذه المنظومة السياسية، يجب أن تكف إيران و تمنع من ترفض هيمنته، والأموال التي سرقت من الشعب العراقي يجب أن يحاكم السارق مثل ما يحاكم القتل، أيضا يحاكم اللصوص. نعم. فإذا لابد أن تتغير هذه المنظومة. تغيير السيد عادل عبد المهدي بمفرده ماذا سينتج؟ سينتج تدوير أشخاص نفسهم بالضبط. سواء كانت من حزب الدعوة أو من المجلس الأعلى وإلى آخره. مرحلة أخيرة ممكن حظر هذه الأحزاب حتى من ممارسة العمل السياسي لأنها أجرمت بحق الشعب العراقي. الحزب الذي يقتل الشعب العراقي الذي يشكل له ميليشيات ويقتل هذا الشعب وخارج القانون كيف سيمارس عمل سياسي؟ المتظاهرين لم يخرجوا إلى هذا، خرجوا من أجل وطن، بمعنى حكومة مدنية تمثل الشعب العراقي لا تدير الدولة على أسس طائفية. هذا هو المطلب الحقيقي الذي يجمع جميع هذه المطالب. فبغيابها بغيابها كأنك ما غزيت يعني. نعم. كأنك ما غزيت يعني استبدل شخص بشخص. الأمر لا يحتاج إلى زيادة الزخم في ساحات الاعتصام والحفاظ على المطالب والإصرار عليها. أنا ذاك سنستطيع أنه سيغير المتظاهرون الخطوة، ينتقلوا إلى الخطوة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، لأن الدولة العميقة موجودة في العراق ومن الصعب جدا تغييرها بدون تواجد المتظاهرين. طيب. في الساحات. أستاذ قصي، باعتقادك تعتقد أن الانضمام العشائر العراقية خاصة في النجف وفي ذي قار وفي السماء وعشائر البركات وأيضا عشائر البدور هم كانوا يعني ربما الدافع الأكثر لإعلان عبد المهدي استقالته هذا اليوم؟ أخي العزيز، الاحتجاجات وإصرار المتظاهرين كان هو الركيزة الأساسية لتقديم عادل عبد المهدي استقالته، لأن الرسالة كانت واضحة قبل رسالة العشائر بحق الدماء التي زهقت في الناصرية وفي النجف وفي بقية المحافظات، لكن بعد مجزرة الناصرية أوصلوا له المتظاهرون، أوصلوا رسالة إلى التهمة الفاسدة، إلى هذه التهمة السياسية بأن إذا لم تتنحوا فسيكون الكفاح المسلح هو النتيجة. وما جرى اليوم في الناصرية لإحراق آليات الرد السريع كان هو رسالة واضحة إلى عادل عبد المهدي وإلى زبانيته بأن يجب أن تقتلع هذه الأحزاب من جذورها من العراق. هذه الأحزاب هي أحزاب عميلة لا تمت بصلة إلى العراق ولا تعمل للعراق ولا لشعب العراق، بل هي تمثل أجندة خارجية وتعمل لإيران وجعلت العراق سلة غذائية لإيران. فأعتقد بأن العشائر ستحاسب وسيكون لها موقف، إذا لم يكن لها موقف مشرف تجاه ما يحصل في العراق سيلعنها التاريخ ويذكرها التاريخ بأنها هادنت وساومت على دماء أبنائها وعلى دماء أبناء العراق من أجل مصالح دنيئة ومن أجل مصالح ومهادنة هذه الأحزاب لحفنة دنانية. فيجب أن تكون هنالك وقفة مشرفة لشيوخ العشائر تجاه ما يجري من إراقة الدماء في العراق ومن هذه الأحزاب، ويجب أن لا يلعنوا لكي يذكرهم التاريخ بموقف مشرف. وأعتقد بأنها زادت من زخم الضغط على عادل عبد المهدي لكي يدفع بالأمور إلى الاستقالة. طيب أستاذ حسين، أنت قلت ربما سيعاد تدوير نفس الوجوه وإيصالها بالتالي إلى رئاسة الوزراء، وسيكون الاختيار كما تفضلت قبل قليل من داخل حزب الدعوة أو الأحزاب السياسية التي تهيمن ربما على القرار السياسي بموالاة من النظام الإيراني في طهران، لكن من أين يأتون بالبدائل؟ ما هو البديل لذلك؟ ما هي الوجوه البديلة لكي تكون هي من يعني على سدة رئاسة الوزراء؟ البدالة التي تريدها الحكومة غير البدالة التي يريدها المتظاهرون والشعب العراقي. نعم. هو هذا الفرق، الحكومة تريد بدائل من ضمن المنظومة وهذا لا يمكن. طيب. المتظاهرون يريدون بدائل وطنية تمثل كافة الشعب العراقي، وهؤلاء ما غير موجود
بداخل هذه المنظومة من يمثل الشعب العراقي. اليوم كل من يتكلم عن حزبه وعن ميليشياته وعن فئته وعن مكونه وعن عرقه وعن مذهبه، هذه لا تمثل الشعب العراقي، لابد أن يكون بديل يمثل الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي متعدد المكونات ومتعدد المذاهب ومتعدد الأديان والطوائف، لابد أن تكون شخصية وطنية تمثل الشعب العراقي، لا يمكن أن أحد يستهدفني على الاسم والجغرافيا والمذهب. طيب. هذا غير ممكن. فالبديل هذا لا يصلح، بديل الذي تعده الحكومة غير البديل الذي يريده المتظاهرون. على المتظاهرون أن يستمروا في تظاهراتهم وأن هم يكونوا يعني البديل، هم من يختار البديل لهذه الحكومة وليس الحكومة أو النظام يأتي ببديل. حزب الدعوة اليوم وجد فرصة أنه سيعود إلى رئاسة الوزراء بعد المجلس الأعلى، لأنه عاد عدنا نحسب على المجلس الأعلى، فيجد أنه هي فرصته لعودته إلى رئاسة الوزراء، وهو أيضا كان يعني يعمل على يعني على عودته إلى رئاسة الوزراء بيعتبرها مكسبا. حزب الدعوة وغير حزب الدعوة لا يستطيع ركوب الموجة، ولن يسمح لها المتظاهرون، لأنهم على وعي عالي، وعي سياسي وفكري وثقافي، ويدركون ما الذي يجري. كمرحلة أولى نعم، ولكن المطالبة بمراحل الأخرى. طيب. وحدة تلو الأخرى. طيب أستاذ قصي، دعني أسألك يعني هنا سؤالا جدليا، إذا ما وعيدت نفس الوجوه مثلا يعني جابوا نور المالكي أو حيدر العبادي أو إبراهيم الجعفري أو علاوي إلى سدة رئاسة الحكومة بعد استقالة عادل عبد المهدي، ما هو موقفكم كمتظاهرين؟ ستقبلون بهذه الوجوه مرة أخرى؟ لا أعتقد بأن من خرج وضحى بكل هذه الدماء ووقف تجاه هذا القمع بأنه يريد أن يرجع إلى المربع الأول، لا لقانون الانتخابات، لا للدستور، لا للأحزاب، يجب أن تلغى جميع هذه التوجهات، يجب أن يصاغ دستور جديد، لا للأحزاب، يجب أن تلغى هذه المحاصصات الطائفية التي أوجدتها الأحزاب طيلة 16 عام. فأعتقد بأننا من حينما خرجنا لن نقبل بحلول ترقيعية أو بتسوية، لن نقبل بتدوير للوجوه، سيكون الأمر هو بتغيير جذري لجميع ما موجود في على الساحه العراقيه، لا لتدوير الوجوه، لا لاعاده عادل عبد المهدي او لاعاده حيدر العبادي او نور المالكي او اي شخصيه تنوب عنهم من ضمن هذه الشخصيات او من احزابهم. الامر واضح، الامر جدا دقيق، المتظاهرون يريدون وطن، يريدون عراق جديد خالي من هذه الاحزاب، خالي من الميليشيات، خالي من المحاصصه، خالي من الفساد، يريدون سم قوانين جديدة. العراق لديه يا أخي العزيز، لديه كفاءات ولديه طاقات شبابية مبدعة، من المعيب أن نكتفي بهذه الوجوه الكالحة التي سيطرت وجثمت على صدور الناس طيلة هذه السنين وأن نكتفي بالتفرج إليها. كما قلت لك، عادل عبد المهدي خطوة الاستقالة هذه خطوة من آلاف الخطوات القادمة، لا تعتبر هي نهاية المطاف، لكن نعتبرها هي بداية التغيير إلى الأفضل وإلى بداية خطوات جديدة مقبلة. طيب أستاذ حسين، يعني عشائر ذي قار وطبعا بقية العشائر العراقية الموجودة في الفرات الأوسط والجنوب طالبت بإقالة الحكومة، حل البرلمان، انتخابات، كتابة دستور جديد بإشراف أممي يكون، هل تعتقد أن هذه الفترة تتحمل كل هذه المطالب دفعة واحدة؟ هو العراق يحتاج إلى مرحلة انتقالية. طيب المراحل الانتقالية تعالج فيها هذه السلبيات وهذه التراكمات التي مرت على العراق منذ 16 عام. المتظاهرون أو العشائر أو عموم الشعب العراقي ليست لديهم مشكلة إن كانت هناك خطوات تبدأ واحدة تلو الأخرى، أما التوقف لا، والحلول الترقيعية لا. لا أحد يتكلم اليوم عن يوم وثاني وتحل جميع مشاكل العراق، هذا الأمر صحيح غير ممكن. طيب. ولكن لابد أنه الاستمرار، الانطلاق من البداية، يعني خلينا نقول النقطة الأولى الصحيح باتجاه الصحيح، لابد أن تستمر بدون توقف. نعم. لأنه الشعب العراقي عانى كثيرا مما جرى عليه من قتل وتهجير ونهب أموال وفرض وصايا إيرانية على الشعب العراقي، قوات أمنية غير مهنية، ميليشيات، قتل، كل هذا إخفاء قسري. لا ننسى المقابر الجماعية، لا ننسى الإخفاء القسري، لا ننسى الجثة المجهولة، لا ننسى المليارات التي سرقت. نعم، وهناك لهذا النظام دولة عميقة أيضا ستعمل في مواجهة المتظاهرون، لأنها لا تريد أن تتخلى عن السلطة بهذه السهولة، فهي عملية صراع. نعم. إما الوطن وإما إيران وأتباعها. طيب. هذا الصراع يستمر، والله سبحانه وتعالى وهذا الشعب سينصر
من يريد الوطن، لمن يريد الخير لهذا البلد. أنا أعتقد المرحلة الأولى بدأت، لكن لا يمكن الوقوف عندها أو التوقف عندها، لابد أن نمضي إلى مراحل أخرى وأخرى وأخرى إلى أن نصل إلى عراق مستقل ذات سيادة، جميع أبناء الوطن يساوون المواطنة، بمعنى حكومة تعتمد مبدأ المواطنة في إدارة الدولة. أنا ذاك نقول أنه العراق أصبح معافى، أما لحد هذه اللحظة لا، الأمور ما زالت. سنناقش موضوع الفراغ السياسي، ولكن دعني أنتقل مرة أخرى إلى الناشط السياسي الأستاذ قصي البغدادي. أستاذ قصي، إذا ما ذهبنا إلى الناصرية، لم تهدأ منذ يوم أمس آلة القتل الحكومية أيضا تستمر في قتلها. اليوم سقطوا 3 شهداء جدد ينضمون إلى شهداء الناصرية، والذين عدوا بالعشرات، وكذلك إصابة العشرات منهم بجروح. لكن هنا بماذا تفسر القمع الحكومي المفرط على الرغم من بلوغ التظاهرات شهرها الثالث؟ أخي الفاضل، الأحزاب أيقنت بأن نهايتها باتت وشيكة. نعم. فهذه الامتيازات التي حازت عليها طيلة هذه السنين لا تريد أن تفرط بها بسهولة. لكن هنالك أمر جدا مهم، كلنا نعرف بأن هذه الأحزاب هي واجهة لسياسات إيران في المنطقة وخصوصا في العراق. نعم. فها إيران تعلم بأنها إذا قطعت أذرعها في العراق ستنتهي في قلب إيران، فهي لا تتوارى عن قتل الشعب العراقي برمته. هذا أمر واضح، إيران جعلت من العراق سلة غذائية تقتات عليها طيلة هذه السنين، واقتصاد إيران هو اقتصاد مترهل متهاوي هالك، فهذا الاقتصاد يعوض عنه من خلال ماذا؟ نهب الميزانية العراقية، نهب ثروات الشعب العراقي. فكيف تريد بأن آلة القمع لا تكون بهذه الشدة وبهذه الوطأة على المتظاهرين؟ نعم ستكون بهذا القمع وبهذه القسوة، لأن إذا كما قلت لك إذا سقطت الأحزاب هنا في العراق ستسقط إيران، ستسقط دولة الولي السفيه، ستسقط دولة الشر. فيجب أن نرى ما نراه من مناظر بشعة ومن قمع ومن قتل ومن ترويح ومن ملاحقة إلى المحتجين والمتظاهرين المسلمين، نرى هذا ما نراه اليوم. فأعتقد بأن هذا الأمر واضح للعيان، فهذا هو أسلوب اعتيادي وردة فعل طبيعية من قبل هذه الأحزاب. نعم. المتأسلمة وهذه فرق الموت. أستاذ حسين، أكو بعض الـ 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 الأحزاب يعني وأيضا بعض الشخصيات يخوفون الناس من أنه إذا ما استقالت حكومة عادل عبد المهدي قبل الاستقالة سيكون هناك فراغ سياسي سيؤثر على العراق، سيذهب العراق إلى الهاوية، سيذهب العراق إلى المجهول. شلون تشوف هذا التخويف؟ هو هذا كذب وتدليس. طيب. لا في الدستور العراقي يوجد مشكلة في إقالة عادل عبد المهدي، ولا في الشعب العراقي عموما أنه استقالة عبد المهدي سيذهب العراق. العراق ذهب إلى المجهول منذ 2003، ومنذ وجود عادل عبد المهدي وأحزابهم هو العراق ذهب إلى المجهول وفقد الكثير من أبناء شعبه وأمواله وسيادته. طيب. اليوم بذهابه سيكون عودة العراق إلى ما كان عليه سابقا وليس المجهول. المجهول اليوم عندما نتكلم عن المجهول بمعنى أنه لا يوجد بديل لعادل عبد المهدي لا في المنظومة السياسية يعني عموما. نعم. يعني لا يوجد سياسي. نعم. عراقي يستطيع أن يقود الشعب العراقي، وأن العراقيين سيهجرون جميعا أو تحدث الفوضى. طيب. والله بوجود عادل عبد المهدي وأحزابه هي الفوضى. نعم. إذن لكن نقول أيضا أنه ما يجري في العراق لابد أن يكون للمجتمع الدولي حاضرا فيه. لا يمكن أن يترك العراق لمجموعة هيمنت عليه وسلبت إرادته، لا يمكن. العراق جزء من منظومة دولية، لابد أن تكون إرادة دولية أيضا موجودة وتعين الشعب العراقي على إعادة سيادته وإعادة أمواله، لابد أن تكون هذه موجودة، ولا يمكن أن تكفي أن تتفرج على قتل العراقيين وعلى تهجيرهم وعلى تدمير مدنهم وعلى سرقة أموالهم. لابد أن يكون العامل الخارجي يجب أن يكون عاملا مساعدا. طيب. للمطالب الوطنية. وليس العكس، أن يكون عامل مساعد في ترسيخ الطائفية وفي ترسيخ هذه الأحزاب. طيب. الطائفية. أستاذ قصي، تعتقد بعد استقالة عادل عبد المهدي سيزداد القمع الحكومي تجاه المتظاهرين؟ تعتقد ذلك؟ زميلي العزيز، أعتقد بأن الأيام القادمة لا نعرف ماذا ستكون ردة فعل هذه الأحزاب، لأنها تعتبر انتكاسة تقديم عادل عبد المهدي استقالته. نعم. والاحتجاجات وتصاعد وزيرة الاحتجاجات في محافظات الجنوب والوسط هي كانت رصاصة الرحمة بالنسبة لهم.
فأعتقد بأنهم لن يتورعوا عن القتل، وهذه الاستقالة لن توقف فرق الموت والأحزاب عن قتل المتظاهرين والمحتجين في الأيام القادمة. أستاذ حسين، الميليشيات اللي تدعم الحكومة وهي التي قامت بقنص المتظاهرين وبالتالي قتلهم بالرصاص الحي بالغازات السامة غاز الخردل، تعتقد بأنه خلص انفسح لها المجال؟ عادل عبد المهدي استقال وبالتالي لابد من إملاء الفراغ من قبل هؤلاء الميليشيات، تعتقد ستكون لهم الكلمة الفصل في قمع المتظاهرين في هذه المرحلة؟ طبعا هذا هم ما يريدونه ولكن لن يكون. طيب، هم يريدون ذلك، هم يملؤوا هذا الفراغ ويستولوا على جميع مقدرات الدولة ومؤسساتها، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون لأن هناك متظاهرين في الشارع وهناك قوى سياسية وطنية أيضا ترفض وهناك شعب رافضا وهناك مجتمع دولي أيضا عليه أن يكون له دور في إنقاذ الشعب العراقي. وإلا إن كانت بديل عادل عبد المهدي الميليشيات إذن أصبح كما يعني إما داعش أو الميليشيات. طيب، يعني إما داعش موجودة وإما الميليشيات موجودة، لا يمكن أن يكون خيار الشعب العراقي بين أن يختار واحد من هؤلاء السيئين، لابد أن تكون شخصية وطنية تحل محل والقوى السياسية الوطنية كثيرة جدا. فأعتقد هذا هو التخويف للشعب العراقي وهذا ما يتمناه قادة الميليشيات، ولكن لا أعتقد أن يكون لهم ما يريدون. تعتقد الميليشيات حتنزل بعنوانها الصريح في قتل المتظاهرين؟ البارحة نزلت في النجف بعنوانها الصريح، وإحنا طيب. لاحظنا أنه بالزي المدني يقتلون المواطنين، وفي فيديو أنه بعض القوات الأمنية والمتظاهرين يختبئون من الرصاص من قبل هؤلاء، وصرح قيس الخزعلي وصرحت شخصيات أخرى كثيرة بأنها ستكون موجودة في النجف بحجة الدفاع عن المرجعية، والمرجعية لم يهددها أحد. نعم. ولم يعني يصيبها شيء، لكن هي نصرة للقنصلية الإيرانية. نعم. فالمساء أمس لاحظنا أنه وجود هذه الميليشيات وهي تقتل الشعب العراقي، ولكن الشعب العراقي مصر، 1000 شهيد اليوم، عشرات الآلاف من الجرحى، عشرات الآلاف من المعتقلين. نعم. والشعب العراقي لم يتراجع. طيب، إذن عليهم أن يدركوا بأن الشعب مصر على عودة هذا الوطن. مشاهدينا الكرام، ضيوفي الأعزاء، يعني في خبر عاجل وردنا توا، شيوخ العشائر في كربلاء يطالبون بمحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين. أستاذ قصي، أعتقد نفس مطالبكم أنتم أيضا كمتظاهرين في ساحات التظاهر في بغداد وبقية المحافظات، تطالبون بمحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين وتقديمهم بالتالي إلى العدالة، كيف تتابعون هذا التطور؟ أخي العزيز، نحن عازمون على محاكمة عادل عبد المهدي والقيادات العسكرية، القيادات الأمنية، المحافظين، الأحزاب، كل من تسبب بإراقة دماء المتظاهرين وقتل الشعب العراقي وقتل المتظاهرين العزل، هؤلاء الشباب الأبرياء الذين خرجوا يحملون الأعلام ويهتفون بالروح بالدم نبيك يا عراقي، يريدون وطن جديد. لا نتوارى ولن نتهاون في محاسبة هؤلاء، لا المهدي وهذه الوجوه السياسية، بأن حينما يقدم استقالة بأنه سيكون في منأى عن المحاسبة ويكون في مأمن عن الملاحقة القانونية. هنالك أمور شرعنا بها وهي تقديم دعاوى، وستصل هذه الدعاوى حتى إلى الأطر العربية والأطر الدولية لكي يحاسبوا هؤلاء. هؤلاء مجرمو حرب، هؤلاء قتلة، هؤلاء يجب أن يحاكموا على كل قطرة دم أزهقت منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية السلمية في العراق، ويجب أن لا يتركوا هذا الأمر. هو الآن نعمل عليه من خلال الدعاوى من قبل النشطاء محامين سيتكفلون بهذه المسألة لكي يحاسب عادل عبد المهدي ومن لف عادل عبد المهدي كان السبب في إزهاق أرواح المتظاهرين الأبرياء. أستاذ حسين، المتظاهرون يطالبون بمحاكمة عادل عبد المهدي عن الدماء التي أريقت في ساحات التظاهر. عادل عبد المهدي مسؤول عن كل إراقة الدماء؟ لو يتحمل جزء من عدها باعتباره رئيس السلطة التنفيذية فبالتالي هو المسؤول الأول. طيب، حتى لو كان أكو ميليشيات هو مسؤول على السلطة التنفيذية باعتباره هو المسؤول الأول. طيب، وغيره أيضا مسؤول، لكن عادل عبد المهدي اعتبر المسؤول الأول. باستقالته لن تبقى له حصانة. مو يقول لك من يدعي بأنه هناك، يقول لك أنا قلت للقادة الأمنيين لا ترمون رصاص حي على المتظاهرين باعتبار أن الأحداث اللي جرت ربما تكون فردية. لا يوجد شيء فردي. طيب، هذا الكم من المقتولين
من الشهداء. هذا الكم من الجرحى، هذا التنوع، ليس كلهم في منطقة واحدة، ليس كلهم في بغداد ولا كلهم في النجف أو الناصرية أو الديوانية أو غيره، توزعت على كافة ساحة الاعتصامات، تنوعت في الأيام أيضا، ليس كلها في ساعة واحدة وفي يوم واحد، بل يعني على مدار الشهرين الماضيات في كل يوم نجد قتل. طيب. تنوعت الأسلحة في الاستخدام، تنوعت القوات في القتل. إذن يبقى المسؤول الأول، هو المسؤول الأول يبقى على ما جرى من قتل، وباستقالته تسقط عنه الحصانة، لا توجد حصانة كما يدعي الآخرين سابقا بأن لديه حصانة، كانوا يبعثون له إلى البرلمان ولا يأتي. نعم. اليوم هو بعد استقالته لا توجد له حصانة. طيب. فيجب أن يحاكم. وكذلك من قتل البارحة، يعني من الذي أرسل نجاح الشمري إلى الناصرية؟ وما هو الهدف من إرساله؟ خلال يوم واحد من إرساله قتل 50 مواطن، هذا لا يستطيع أن يقتل لولا هناك قوة سياسية وقوة جهة تنفيذية داعمة له، ولكن هو أيضا مسؤول نجاح. لابد من محاكمته ومحاكمة الآخرين، لكن يبقى المسؤول الأول هو القائد العام للقوات المسلحة. أستاذ قصي، إذا ما تحدثنا عن موضوع التضامن، يعني النساء طبعا دخلوا على خط الثورة تشرين، خرجت مسيرات نسوية تنعى شهداء الناصرية في محافظة ذي قار، إلى أي مدى ترون هذا التضامن مع كل أطياف المجتمع العراقي، والتي أشار إليها يعني الوطنيون بأنه لولا هذا التضامن لما نجحت الثورة؟ حدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل. أعتقد يعود هذا الأمر إلى الوعي الكامل والوعي الصحيح الذي حصل لدى شريحة المجتمع العراقي، وخصوصا تضامن النساء أعطى دافع معنوي إلى الثوار، كانت هي الطبيبة وهي المساندة وهي الأخت وهي الأم التي تعمل وتعد الطعام. أعتقد بأن العام النسوي كان هو له الدور الكبير والدور الرئيسي والفاعل بشحذ الهمم وأعطاء شحنة وطاقة إلى المتظاهرين للاستمرار. لم نشهد هذا الأمر، هذا الأمر كان غريب في على العراق والعراقيين، أن تخرج المرأة بكل شرائح المجتمع ومختلف التوجهات، تخرج الطبيبة وتخرج الفلاحة وتخرج الأم وتخرج الطالب لكي تقف مع الأخ والزوج والأب وابن الوطن، وتكون شريكة له في الدفاع وفي هذه المحنة وفي هذه المطالب. أعتقد بأن هذا الدور هو كان دور رائد ودور قيادي. هذه المرأة سطرت ملاحم أعتقد في ثورة أكتوبر، وهذا ما يعني رشح عنه هذه رشح عنه هذا الوعي وهذا الفكر وهذا الرقي. نعم. سطرت ملاحم المرأة العراقية وأوصلت صورة وفكرة عن المرأة العراقية إلى جميع بقاع الأرض. لها الدور الأساسي فعلا، هي التي مدت المتظاهرين بهذه القوة وبهذه العزيمة. حينما ترى امرأة وتجابه الرصاص، كيف بك وأنت رجل؟ ترى امرأة تقف أمام هذه الآلة وأمام هذه آلة القمع وهي ترمي الرصاص الحي، وهي تقف بكل قوة. هنالك يدمي القلب. قبل يومين كان عند جسر الزيتون في الناصرية فتاة، إذا رأيتم هذا في من خلال البث المباشر، فتاة غارقة بدموعها تحمل الحجارة وتلقي بها على قوات مكافحة الشعب، وليس مكافحة الشغب، مكافحة الشعب، والأبطال الثوار يريدون إرجاعها لكن هي ترفض. يا أخي، هنالك دروس يجب أن يكتبها التاريخ حدثت في هذه الاحتجاجات. كان لها دور مشرف ودور جدا رائع في التظاهرات واحتجاجات اكتوبر. استاذ حسين، هذا التكافل، هذا التنوع بكل اطياف العراق وب يعني مكوناته، الكل الجميع خرجوا في التظاهرات في بغداد وبقيه المحافظات، تعتقد انه هذا السبب الحقيقي في تسريع استقاله حكومه عادل عبد المهدي؟ يعني على سبيل المثال، لو كانت كل محافظة تخرج إلى وحدها بدون أن تتضامن مع مطالب المتظاهرين في بغداد، مثلا الناصرية لها مطالب تختلف عن مطالب بغداد والنجف تختلف، تعتقد أنه هذا هو السبب، التكافل وهذا التضامن المجتمعي هو الذي أدى بتسريع تقديم عادل عبد المهدي استقالته؟ بالتأكيد، لأنه هذه القوة السياسية عندما جاءت لتمزيق المجتمع، مزقت المجتمع ما بين سني وشيعي، وعلى مزقته عرقيا ومذهبيا وطائفيا. هذه القوة من مصلحتها يبقى المجتمع العراقي منقسم حتى تستطيع أن تسود عليه. هذه القوة، توحيد المجتمع العراقي في مطالبه هو خطر عليه.
طيب. أدرك المتظاهرون منذ اليوم الأول أن مطالبهم هي وطنية لجميع مكونات الشعب العراقي، ليست للمكون الشيعي ولا للمكون السني ولا للمكون المسيحي ولا الكردي ولا إلى آخره. صحيح. جميع الشعب العراقي يتفق عليها، أدركت هذه ورفعت هذا الشعار، وهذا كان خطر على الحكومة لأن تحقيق هذه المطالب يهدد وجودها. صحيح. لأن بوجودها يجب العكس، لأن هي وجدت لعدم تحقيق مثل هذه المطالب. فإذا هذه المطالب هي تهدد وجودها. طيب. أدركت هذه الحقيقة، فاستقالة عادل عبد المهدي وسيليه البرلمان ومن ثم تغيير هذه المنظومة السياسية كلها بفضل هذه التظاهرات وبفضل هذه المطالب الوطنية. لو كانت هذه المطالب فئوية ما كان اندمج معها المجتمع العراقي. بطبيعة المجتمع العراقي مجتمع نخوة ومجتمع به العاطفة. لاحظ العراقي برا حتى خارج البلاد يتعاطف يعني مع كثير من الأمور، ومجتمع نخوة معروف عنه قضية أنه النخوة العراقية مشهورة في العالم والكرم العراقي مشهور في العالم. لهذا السبب أنه النخوة العراقية هي خلينا نقول يعني مؤلمة لهذا النظام السياسي، لأنه جاءوا لإقضاء على هذه النخوة العراقية من خلال أيش؟ من خلال هذا من الرمادي وهذا من الناصرية وهذا من النجف. نعم. وهذا من مكان آخر وهذا من مكان آخر. هذه ما عادت يعني تمرر على الشعب العراقي، الشعب العراقي سأم منها. فاليوم المتظاهرين في الناصرية يمثلوني، والمتظاهرون في النجف يمثلوني، والمتظاهرون في بغداد يمثلون، ويمثلون أيضا أبو النجف. هذه وحدة المطالب ووحدة الشعب، هذه كلها تهدد بقاء وجود هذا النظام السياسي الذي منذ مجيء إلى الآن هو كان هدفه الرئيسي وتمزيق هذا الشعب. طيب أستاذ قصي، لو تطرقنا إلى خطبة المرجعية في النجف، قالت إنه يجب إخراج المندسين والحفاظ على الممتلكات العامة، من قصدت المرجعية بالمندسين برأيكم؟ يا أخي العزيز، المرجعية لم تأتي بشيء جديد. المرجعية تظهر كل جمعة بخطبة كلاسيكية لا ترتقي إلى مستوى الحدث وإلى مستوى ما يحدث على أرض الواقع من قتل وترويع واختطاف. يا المرجعية أعتقد بأنها كانت وما زالت صمام أمان لهذه الأحزاب. المرجعية كل جمعة حينما تخرج بخطبة، بعد انتهاء هذه الخطبة، الخطبة المشفرة، يفهم الساسة وتفهم الأحزاب والقيادات الأمنية وعلى رأسهم عادل عبد المهدي بأن اقمعوا هذه التظاهرات. لكي، وكان الكلام واضح في الجمعة السابقة، لكي لا يذهب الحكم. المرجعية تتكلم بلسان طائفي، كما قال زميلي ضيفك بأن التظاهرات أفشلت جميع المخططات لأنها عابرة إلى الطائفية، لم تخرج لطائفة أو لعرقية أو لإثنية أو لفئة من دون فئة أخرى. هذه التظاهرات خرج بعربها بكردها بسنتها بشيعتها بمسيحها بكل الطوائف العراقية مؤيدة إلى هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات، وهذا ما أرعبهم بأن وحدة الصف ووحدة الكلمة كانت موجودة. فالمرجعية لم تأتي بشيء جديد، المرجعية لم يكن لها موقف مشرف ولا موقف واضح تجاه ما يجري من سفك للدماء طيلة شهر ونص صار لهذه التظاهرات. أين كانت المرجعية؟ لم تندد المرجعية، لم تطالب الحكومة بصورة واضحة وصريحة بأنها تستقيل. عادل عبد المهدي يقتل والمرجعية تطالب بماذا؟ بالمندسين. ويعني أنا شخص يحرق تاير أو يحرق إطار أو يحرق، هذا يقولون عليه عنه مندس، أما إذا يقتل المتظاهر يقتل الشاب الأعزل، هذا الأمر يعتبر اعتيادي ومسألة اعتيادية. فأعتقد المرجعية هي التي كانت داعمة لهذه الأحزاب السياسية، وعلى الخطاب الديني أن لا يتدخل في صياغة الحكومة العراقية المقبلة، لأن الخطاب الديني والمرجعية هي أيضا من ضمن الأسباب التي أدت بانحدار العراق وتردي الأوضاع في العراق ونهب الثروات وما حصل طيلة هذه السنين. طيب أستاذ حسين، يعني عادل عبد المهدي قدم استقالة انتهى الأمر، وأنت قلت قبل قليل سيعقبها وستعقبها استقالة البرلمان، وبالتالي ستكون هناك انتخابات. لكن شنو اللي يضمن بأنه ما ترجع المحاصصة الطائفية بالانتخابات؟ يعني هالحزب إلى هالقد، وهذا الحزب إلى هالقد مقاعد وإلى هالقد وزراء، شنو الضامن بعدم عودة المحاصصة الطائفية في الانتخابات البرلمانية؟ حقيقة لا يوجد ضامن إلا المتظاهرين، المتظاهرين هم الذين يضمنون. وإلا إذا لاحظنا نحن في الجمعة الماضية ماذا قال ممثل المرجعية؟ قال أنه يخشى أن يزول الحكم ويذهب إلى آخرين، وبإيماءة تحمل عدة معاني. طيب. نقول له وللآخرين أنه الآخرين ليسوا
طلاب سلطة ولا بل هم طلاب وطن. طيب. ليست لديهم مشكلة أن يحكمهم من البصرة أو ذي قار أو النجف أو من بغداد أو من الرمادي، ليست لديهم مشكلة. عموم الشعب العراقي ليست لديه مشكلة بمن يحكم ولكن بماذا يحكم. لهذا السبب أنه وجود المتظاهرين هو الضامن، كثافة المتظاهرين وإصرارهم على المطالب هو الضامن. اليوم لا يوجد ضامن من خلال هذه الأحزاب بأن تعود المحاصصة ويعود الفساد ويعود القتل على الهوية وعلى الاسم وعلى آخره، خصوصا وأنه يخشى من زوال الحكم وذهابه إلى الآخرين بإيماء غريبة جدا ما يعتادها الشعب العراقي. نقول كالآتي: المتظاهرون هم الضامن الرئيسي في الشعب العراقي، لكن على المجتمع الدولي أيضا أن يدعم هؤلاء. طيب. المتظاهرون ويساندهم. أستاذ آسف المقاطعة، ولكن في خبر عاجل وردنا توا: استشهاد 8 متظاهرين في محافظتي ذي قار والنجف برصاص القوات الحكومية والميليشيات. أستاذ قصي البغدادي، على الرغم من خطاب المرجعية، لكن أيضا آلة القمع الحكومية تصيب عددا من المتظاهرين، استشهاد 8 متظاهرين في ذي قار والنجف برصاص القوات الحكومية والميليشيات، لماذا هذا الإصرار على قتل المتظاهرين بعد خطاب المرجعية؟ أخي الفاضل، كما قلت لك، كما أسلفت، بأن المرجعية تعطي خطبة مشفرة وهذه الأحزاب تفكك هذه الخطبة، وهناك دلالات وإشارات لهذه لآلة القمع المتمثلة بهذه الأحزاب بأن تقمع هذه التظاهرات. لأن المرجعية أيضاً إذا بتعرف بأن زوال الأحزاب يعني زوال المرجعية ولا يعود لها أي تأثير وأي مؤثر على الشعب العراقي، لأن هذه الشريحة من الشباب هي شريحة واعية لا تحمل أدران وعقد الماضي ولا تحمل هذه الأمور بأن الفئوية وعبادة صنع دون شخص آخر، خرجت من أجل العراق، لا تعرف سني وشيع ولا تعرف منطقة في الغربية أو في الجنوب أو في الشمال. فآلة القتل كما قلت لك بأنها لن تتوقف باستقالة عادل عبد المهدي، إيران توقف عن قتل العراق، لا خلاص إلا بإخراج هذه الأحزاب من العراق، لا خلاص إلا بتغيير كل هذه الوجوه، لا خلاص إلا بإزالة كل هذه الوجوه، لأنهم يعلمون بأنهم إذا سقطوا سقطت منافعهم ولن يبقى لهم أي مكان في العراق، لأنهم يعرفون بأنهم لن ينجوا من المحاكمة ومن القصاص ومن العدل. فيجب هذه أنفاسهم الأخيرة، أنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة أعتقد في هذه اللحظات، لأنهم أيقنوا بأن وقتهم قد حان ولا وجود لهم في العراق وفي مستقبل العراق الجديد إن شاء الله. نعم. أستاذ حسين، الكثير من المحللين قالوا لو المتظاهرون يعني استخدموا السلاح في مواجهة آلة القمع الحكومية لكانت سيفوت من عضد الثورة ومن عضد المتظاهرين، لكن سؤالي هنا: كيف يعني حافظ المتظاهرون على سلميتهم وبالتالي نجحوا في إزاحة نظام كامل في العراق؟ لأن المتظاهرون اتخذوا السلمية قرار استراتيجي وليس تكتيكي منذ اليوم الأول. ثانيا، يدرك المتظاهرون أنه الدولة أو الحكومة تريد جرهم إلى العنف، ومن ثم تجد لها مبررا في استخدام القوة المفرطة ضدهم، فوتوا هذه الفرصة. طيب. ولهذا السبب ازدادت حاضنتهم الشعبية والجماهيرية. اليوم كل الشعب العراقي معهم. قد يجوز لو حملوا السلاح ضد بعض القوات الأمنية سينفض منهم الكثير. ستخسر هذه الحاضنة، بمعنى استراتيجية مارتهم ستخسر. لهذا السبب وضعوا أهداف استراتيجية عليا الثلاثة اللي ذكرناها، مقابل سلمية، مقابل دعم شعبي وجماهيري كبير. نكرر نقول نحتاج إلى الدعم الدولي لمساندة هؤلاء المتظاهرون لإسقاط هذا النظام، لأنه السلمية العراقية أعطت رسالة رائعة جدا، والله كانوا يعطون صور سلبية عن الشعب العراقي، صور مقززة حتى للعالم العربي، يعطون صورة عن العراقيين بأنهم شعب يعني غير اندماج، شعب عنفي، شعب. المتظاهرون أعطوا صورة غيرها. اليوم ويتصرف أي عراقي بعد ما يخرج يقول أنا عراقي بعد كل هذا القتل، والمتظاهرون مصرون على أنهم سلميين بعد كل هذا، وهؤلاء الشباب اللي كانوا يعطونا صور بأنهم هم هؤلاء مدمنين وإلحاديين ومخدرات وإلى آخره. أستاذ آسف المقاطعة، ولكن في خبر عاجل وردنا توا: أنباء عن استقالة قائد شرطة ذي قار محمد القريشي المعروف بأبو الوليد. أستاذ قصي، بعجالة لو سمحتم، الاستقالات يعني شغالة الآن، استقال مدير شرطة الآن كما هو واضح على الشاشة، كيف تقرأ هذا الخبر؟
اعتقد بان القيادات العسكريه ايقنت بان لا وجود ضامن ولا لوجود حامي يحمي هذه القيادات، يحمي هؤلاء الشخوص من وطأة القصاص ومن عنف الثوار اذا احذر يعني الحريم اذا غضب. فاعتقد بان الاستقالات ستتوالى للقيادات الامنيه والعسكريه، لانهم يعرفون بان هذه الاحزاب لا يوجد لها اي ارضيه على في المجتمع العراقي ولا يوجد لها اي تأييد. فحينما يزولون لا يكون هنالك ضامن وحامي لهذه القيادات العسكريه، وهذه القيادات العسكريه تاريخها غير مشرف، قمعت وقتلت، فكيف سيكون او ستكون ردة الفعل من قبل الاهالي او المحتجين تجاه هذه القيادات؟ نعم، سنرى في الساعات المقبله احتمال تزايد قضيه استقالات القاده الامنيين، لكن من يبطش الاحزاب وميليشيات الاحزاب وما حدث في محافظه النجف يوم امس بانهم يرتدون زي الدشداشه زي العربي ويطلقون الرصاص، هم ايقنوا الناس بان الاحزاب وتمحيط الاحزاب وميليشيات الاحزاب هي التي تقتل وهي التي تحرق وهي التي تقمع وهي التي تريد ان تحرف التظاهرات السلميه عن مسارها الصحيح. قضيه الاستقالات اعتقد بانها مساله طبيعيه جدا في هذه المرحله. أستاذ قصي شكرا جزيلا لك. أستاذ حسين بدقيقة لو سمحتم، يعني قراءتك للساعات والأيام المقبلة كيف سيكون يعني خريطة في العراق؟ أولا ندعو المتظاهرين للبقاء في ساحات الاعتصام وتحقيق المطالب. ستكون هناك استقالات متتالية، ولكن جميع هذه الاستقالات لا تعفيها من المحاكمة، سواء كانت هذه القيادات السياسية أم كانت عسكرية. القتلة يجب أن يحاكموا، والاستقالة لا تعفي من أي محاكمة. أعتقد بدأت عملية الإصلاح كبداية في العراق، بدأت هي البداية الأولى، سنستمر وإن شاء الله ستكون هناك يعني مراحل أخرى لننهض بعراق مستقل ذات سيادة له ثقله النوعي في المنطقة العربية والإسلامية. شكرا جزيلا أستاذ حسين. مشاهدينا الكرام، في نهاية تغطيتنا نتقدم بالشكر الجزيل إلى الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا. وكان معنا من بغداد الإعلامي والناشط السياسي الأستاذ قصي البغدادي، شكرا جزيلا له. مشاهدينا الكرام، نتوجه أيضا لكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.